أنا فرحت جدا لهذا البرامج ضيوف الخادم الحرمين الشريفين. هذه البرنامج مدمج ممتاز جدا، وكل واحد في نيجيريا يعترفون بذلك. What you've dreamed of and what you long for to come to being the guest of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, being the precincts of him and being the guest of the custodians, subhanallah, it is overwhelming and beautiful. Alhamdulillah, shukr. جئت مؤتمرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجازي خيرا لملك سلمان. الحمد لله، وجدنا الخدمات كلها جيدة، وجدنا ترحابا واستقبالا رائعا فوق الوصف. نشكركم جميعا ونشكر الشعب السعودي الذي يبذل كل غالي ونفيس لأجل هذا الدين. الذين رحبونا ترحيبا فوق الوصف الذي يدل على الأخوة وحب الخير للمسلمين والإسلام. حتى الألفاظ تكاد تفلتني لكي أعبر عما يجيش في صدري وفي صدور الإخوة. مكرمة لا تتوزن بميزان الإنسان ولا بمقاييس الإنسان، وإنما ثمنه وميزانه عند الله عز وجل. فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا، ونخص بالدعاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا الملك، حفظه الله.